عدنا لكم مشاهدينا الكرام في مباشر اخر دائم من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوف واحد شخص اللي تا انتباه ديال قناه شوف تي في هو انه كيعطي لواحد المجموعه من القطط كيعطيهم الماكله كلهم مجموعين عليه حط لهم ياكلوا وزاد. قبل ما نبداو هذا المباشر طلبنا منه انه يتكلم امام الكاميرا. قلنا هاد زعما هاد العمل الخير اللي كيدير العمل الانساني اللي كيدير زعما واش يتكلمنا عليه. رفض قال انا كندير هادشي لوجهي الله. شوفوا شحال ديال القطط يعني عدد كبير عدد لا يحصى ما نقدروش نحسبوهم اللي لاح لهم الماكله حط لهم وزاد. يعني شكرا شكرا لهذا السيد. هذا هو العمل الإنساني هذه هي الحسنة هذه هي فعل الخير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وأكيد التجمع ديال هذا العدد الكبير ديال القطط كيدل على أنهم كلهم ساكن كان فيهم الجوع ومن بدا كيحطو من الماكلة كلهم تجمعو هنا يعني كلهم جاو باش ياكل. شكرا لهذا السيد حقيقة ما كنعرفوش. الله يجزك بخير الله يكثر من امثالك. شو مساكن كيفاش كياكلو زعما لو كانوا كيعبروا على الاحساس ديالهم وعلى الشكر ديالهم لهذا السيد لكانت واحد الكلمة يعني غتكون جد مؤثرة في حق هاد السيد اللي وقف هنا وعطاهم باش ياكلو. شكرا الى هما مكيهضروش قناة شوف تيفي كتهضر. شكرا لك شكرا لكل شخص كيقوم بعمل خيري لوجه الله خصوصا الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب انتم كتشوفوا. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. واش حتى نتوما كتقوموا بمثل هاد الاعمال الخيريه او لا؟ هذا هاد السيد نتمنوا يكون انه قدوه ويكون انه مثال لاي شخص قدر يساعد هاد الحيوانات الاليفه هاد خلق الله سبحانه وتعالى انه يساعدهم عطاهم ياكلوا عاونوهم. ارواح حتى هي كتمشي فوق الارض اللي يقدر يساعدها بشي حاجه يساعدها. شكرا للمشاهدين الكرام شكرا لهذا السيد اللي ما كنعرفوش. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.